Sorry, Weaver. نبدا الحين المغامره، مثل ما انتم شايفين اوبريشن جرين ستون. طبعا هذه القصه بلعب سولو شوي في اللعبه ونشوف القصه وطريقه الاحداث والشخصيات اللي تطلع لنا. هذه اول شخصيه، مثل ما انتم شايفين الحين اصمم الشخصيه. فنبدا اول شيء فوق نختار ميل اور فيميل، نختار مثلا ميل، ونشوف بعدين عندنا الاشكال الاوجه. حلو ان السيستم سريع. بشكل سريع اخترت الشخصية، تشوفون عندنا هني علامات الوجه، عندنا لون الشعر، عندنا القصات. طيب بدأ المشهد السينمائي الحين. شو اللي صار؟ طاحت هذا الدكتور، شفت اشياء طايرة بلون اسود. خفافيش. صار انفجار. طايحة على الأرض أكيد، ولا مقلوبة؟ أتوقع مقلوبة الشخصية. هنشوف. تشوف الدم شلون ينزل. شخصية مقلوبة أكيد. في شيء لاحق لك. تشوفون مجسمات الطايرة. طاح واحد، قطعوها. ولا اتوقع ان هذه يعني جزيئات، يعني مثل درونز شيء كذي. صديقنا مات. حلو، جاهز المسدس. Ghost Recon Breakpoint. طبعا بدأت الحين اللعبة مثل ما انتم شايفين، مشهد سينمائي سريع وننطلق في طور القصة. هذا هو اللي يعني بيعطينا إحساس وما تقول رؤية مبدئية على طريقة القصة في اللعبة. الحين لازم أسوي لنفسي هيلث أو هيل نفسي، عندي إصابة في لزقة الجرح. وهذا الشيء راح يمر علينا في اللعبة دائما، إذا كان سواء في القصة أو حتى في الأونلاين أو الكوب، يعني الإنجري صار شيء ضروري في اللعبة. حلو حركة الشخصية مبدئيا. نحاول نفتش المكان يمكن نلقى شيء. أو شوف الطين تحتنا شلون يتأثر. اوكي عندنا الحين هالبيت، نبي نستكشفه قبل ما اروح للمهمة. المهمة عندنا على اليمين، بس نشوف هذا البيت يمكن فيه شيء. انا مسوي كروتش الحين. اوكي، هذا الفلير. اوكي دخلنا البيت، ناخذ احتياطاتنا. لحظة، شوي 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 شوي. عندي فلاش لايت؟ لا. هذه شنو نسوي لها؟ سويتش. طيب وصلنا لصديقنا هذا، خلينا نشوف حي ولا ميت. تشيك. حي. لا ميت، بس عيونه مفتوحة. سكر عيونه، نفس الحركة بالأفلام هاي اللي تسكر العيون. شوف عندنا الحين تحدي، يعني الشخصيتين هذول ممكن أذبحهم مع بعض، لكن أحاول أجيبها بطريقة. ايوه، لا تطلب الامر 6 طلقات تقريبا. ما عليه، ما يحتاج تسوي لوت، مجرد انك تمر عليهم تاخذ الاشياء. حط المسدس احسن عشان الكاتم.
حلو بس حس فيه ترى. طيب الحين نشوف عندنا اثنين هني، بحاول اسوي الاكسكيوشن اقرب عليه. لحظة جراب ولا يوتلايز؟ يوتلايز. اوف ذبحته. اوف 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 اوف. جراب. ذبحتهم كلهم. طيب نتقدم الحين نشوف شنو الوضع. هذا اتوقع ثالث هليكوبتر طايحة انفجار، يمكن نلقى اصدقاء فيها. تقول اكيد واحد منكم لازم يكون على قيد الحياة. اوكي وصلنا هني نشوف مشهد سينمائي. وحسيت انه شوي جوست ريكون صايرة فيها قصة اكثر من قبل. قبل ما كانت بهالطريقة تشوف مشاهد سينمائية ومعطينها يعني جوها. اوف قبل الحين. الله 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 هذول هم الوولفز الاعداء الرئيسيين في اللعبة. تشيك فاير. تشيك فاير شكله وصل العدو. وصل ذا بنشر. ووكر. ووكر. شوي ويفر. صديقه هذا قبل. خرب بيتك. الحين مثل ما انتم شايفين عندنا اعداء الولفز هذول ما اتوقع اني اقدر اواجههم لان عليهم جمجمه تقريبا هذا الليفل اللي يقول لك انسى الموضوع لا تواجههم. فما راح نواجههم الحين مع اني ودي والله اتحرش بس ما بي يذبحوني. فنكمل. لحظة في شيء هنا. جراب. اوكي. They really think we're gonna find anything alive out here, hiding in the reeds? Yeah, these assholes got what they deserve. Okay. Wow. Try to come to our island. طيب شو نقول لهذا؟ بس؟ توقعت إنه ممكن أسولف معاه ولا أستجوبه. أوكي نكمل الحين في القصة إلى المهمة اللي فوق الجبل هناك. بس في قطار مار علينا قطع الطريق. طبعا بيننا وبين المهمة تشوفون مجموعة جنود عندهم سيارة. شكلي بحاول ألف من وراء أخذ السيارة. دقيقة ما أتوقع أنه لازم أقتلهم لأن أول شيء عددهم كبير، ثانيا يبون يطيرون الذخيرة اللي عندي. فحاول ألف من هناك وأخذ لي سيارة وانطلق. أوكي عبرت الشارع الحين بس في أكثر من مركبة عندي هني. سياكل عندي الباقي هذا وعندي السيارة هذه. فبحاول اجرب السيكل او الدباب شوي شوي بدون ما حد يحس. اركب انطلق. شافوني؟ لا. اوكي الحين ننطلق المهمة بشكل اسرع بما ان ركبنا هالبايك هذا بايك بري. اوكي قربنا على الموقع المطلوب بس هني في اعداء فحاول اني اوقف. بدخل عليهم اكشن اني بدون ستيلث. وينكم؟ تعال. اوكي عندنا هني ايه الحبايب. هذا واحد هذا الثاني. حلو خلصنا منهم. ناخذ البقي بس لحظه خلنا ناخذ اول شيء لوت سريع منهم. يلا ننطلق في الباقي الحين للموقع اللي بعده هناك. انا راح احاول بس اخلص المهمه هذه الرئيسيه بعدين بستكشف في العالم المفتوح بشوف شنو ممكن تقدم لنا اللعبه من عالم مفتوح واماكن مختلفه عن المكان هذا. عندنا على اليسار علامات استفهام اتوقع مهمه او شيء نحاول نشوفها. اوكي شنو هذا؟ معبد لوت. اوكي طلعنا نبتة وعملة هذا. تشوفون على اليسار عندي مهمة جانبية وعندها عدو بس ماني رايح. خلنا على درب المهمة. اوكي وصلنا للموقع المطلوب. عندنا هني هليكوبتر. شوف شو السالفة. حلو عندي الباراشوت راح يكون اكس.
طيب ننطلق الحين في الهليكوبتر. بس ليش عندي مهمة تحت ما سويتها؟ داخل في مهمة. اتوقع اخلص المهمة اول بعدين اخذ الهليكوبتر. انزل. I'll be back. نشوف الحين عندنا 60 50 متر 40 30 وصلنا للموقع المطلوب. شنو هذا؟ مسكر؟ كروس. مكان سري. Stop right there. منو هذا؟ Who are you? I was invited. Who the hell are you? Another one. Another one. يعني في حد. You can always turn around and go back down the mountain. Things are a little tense. Okay. You know? Just watch how you handle that weapon. طيب وصلنا الحين لمكان مثل ما انتم شايفين كأنه مدينة بس يعني شعوب أو سكان الجزيرة أو شيء ساكنين داخل هالمغارة. تشوفون فوق منظر. ما أقدر أستخدم السلاح في هالمكان، أقدر بس أروح الشوب أشتري أو هذا المهمة ما أبي أكلمه الحين. أقدر أطوفه. حلو. أوكي في هالمدينة مثل ما انتم شايفين عندنا الشوب. ممكن أشتري مجموعة من الأسلحة أو ألبس الشخصية وغيره من الأشياء. فنطلع الحين لأن ما في وقت على هالموضوع. That the guy that works with the troops call themselves the wolves. Used to be Skelltech's military advisor. Heard he was an operator. You know him? Yeah. Yeah, we met a couple times. And then I've got the Middle East. You got a mean look in your eye. You got big plans. Okay, نبدأ شباب المغامرة كوب مع الشباب. للحين في طول القصة ونتجه إلى المهمة المطلوبة. شباب أتوقع اتجاهني يسار. فنأخذ الهليكوبتر. بس ننطر الشباب. يلا جاهزين كل واحد يأخذ موقع في الهليكوبتر. في اثنين داخل بعد. أحد منكم مشغل الجايدد مود لأن شوف المنظر يا شباب. منظر جميل ومسافة حلوة ومرعبة. كلكم أخذتوا سكيل اللي هو سكيل الباراشوت. طيب حاليا تشوفون عالم اللعبة شلون واسع. هناك عندنا بركان وعندنا يعني الفيو خطير جدا. بس نبي نختار المهمة قبل ما ننطلق في الهليكوبتر. فبس اضغط ستارت ونشوف شنو عندنا المهمات. اوكي هذا الاتجاه الصحيح. طبعا في جايدد مود ممكن نحطه يورينا المشن. بس واحد من الشباب شغلها فعرفنا الحين موقع المهمة. اتوقع شوية يمين. اذا شفتوا اي شيء يستاهل ان نتحرش فيه ما عندي مشكلة. بس خلنا نكمل. اهم شيء نوصل للموقع. اهم شيء انك تنزل بالهليكوبتر على الشارع. ايوه من تحت اللوحة. من تحت اللوحة. شوف الطريقة الحلوة هذه. هني تعطيك احساس السرعة شوي لان شوف هني في اعداء على اليسار شافونا. سوي نفسك تشوفهم. هني بعد احد عنده سلاح في الهليكوبتر؟ والله هذه سايد ميشن نقدر ناخذها. بس شكل الوضع صعب ولا؟ مره يخوف. لا يخوف خلاص كنسل. ما في اعداء راح يكونون اصدقاء هني فعادي ماكو مشكله ننزل. يلا استاذنكم عيال. يلا السلامة. واحد استعجل بس طاح في الماي. طيح في البحر. لا لا اوكي لحق. طيب ناخذ الهبوط الحين ونشوف المهمة. يلا. حياكم الله بيتنا. يمكنكم الآن نزع الأحزمة والانطلاق إلى المهمة. أو في ناس لا. هذا الحين مكان لقوة صديقة. ناخذ منهم معلومات. شنو هذول يا أخيانا؟ يا أشكالهم يعني. شوفوا فيو البحر. Don't hurt us, please. شوف خايف مسكين. أوكي. I'm not gonna hurt anyone. Mad Schultz sent me. You don't look like homesteaders. Well, I work for Skelltech. Mads is a friend. When Sentinel started arresting people, he helped us out. Why did he send you? My chopper got to this island from a Navy ship just a few dozen clicks off this coast. I can get these boats back to that ship, and I can come back here with help. الدرونز أو الأجهزة الغريبة هذه.
صح يا سلام، هذه اللي طيحتنا احنا اصلا. لا مرة على المس اوه ما السفينة شكل هذا اللي مخترعه. يا ساتر اوكي شافها بنفسه. طيب shit more bad guys everyone take cover. يلا take cover شباب هاجمين علينا بس ما اوكي وصلوا سيارة شوف قدامك ارجع 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 دير بالك كفروا كفروا شيء لا والله هجوم بلشوا فيه والله اوكي وان داون على اليسار يا شباب على اليسار في سيارة ثانية حاشم يلا مطاردة سريعة في هنا كنا برج مراقبة نطلع فيه احسن خلينا نطلع فيه في احد هنا معي انا اخذت سيارة انا طالع البرج يا شباب اللي في النص ده انا قاعد امسح من هنا باخذ هاي جراوند مستني مع سيارة تقريبا انا صرت وراهم الحين اصابات صابت مالك 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 ديون بوي في اثنين على اليسار لو ترى راحوا اوكي حلو ها لحظه لحظه اصبر بركه ثانيه اصبر لا 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 تخلوني ترى فوق انا معك معك طبعا نقدر نتنقل في السياره لكن شوف الهليكوبتر وسيله افضل واسرع والله هذا البيت فيه لوت اللي يبي في كل سكيل بوينت ها يمكن جتكم واحده انا جتني واحده يا طيب سلامة ها شي انزل في راس راح انزل 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 يلا شباب الى مقاعدكم وين روح؟ يلا يلا طبعا تعرفون صح؟ في عدو هني عدو هني يعرف ما تشوفون ليش طالع صوت انذار؟ ليش نزلت عليهم؟ لا 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 نبهنا طيب اوكي انت ما لاحظتني قبل كذا وين المهمه في طياره ليه ما نكتفهم واحنا بالجو ليه ننزل شوف شوف هذا عشان اقوياء واحد راح الثاني يلا شباب بس باقي واحد ناخذ طيارتهم حلو واحد بعد ما في احد وقف تعال طيارتهم بس مات ما تبي تاخذ طيارتهم؟ ليش فول باك؟ اعطانا سكيل بوينت ناخذ لوت سريع منهم وسنايبر يا سلام ما هلو بطيارتهم يا شكلها جامد صار ما تقدر تاخذها يا ما تقدر اوه يا ساتر شنو شنو صار؟ شفت انفجار او شيء طلع منها طحت عليه انت ستانت فيني ايه فجرتها وفجرتها بعد يب مش الكبريت والله اني خبره ما شاء الله كانت هي الهدف اوكي الصوت وانا بيشرب بالنص يس خلاص ما يعرف يلا ما تبي اوكي شباب انا حاليا في الطبيعه وقاعد اشوف غزال هناك بحاول اصيده لحظه ناخذ ايوه هذا هو شوف 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 بعطيه هد 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 لا نزل راسه خلاص نعطيه هني في الوسط حلو ضربة واحدة على طول أخذنا أنيمال بروتين أخذنا منه الفات هذه درون إذا شوف شيء طاير ما عليه قريب قريب والله جاتني طلقة سنايبر من من المبنى طيب قربنا الحين على المبنى بس نشوف الشباب نسوي ريجروب ها في سنايبر هذا تبعنا ولا شايفه شايفه في سنايبر فوق المبنى اللي ورا سويت عليه تاج بس خليه يطلع لا لحظه 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 اعطيته هيد شوت خلاص كلير هلا انا برافو 1 جايينكم جايينكم وراكم اوكي شباب عندنا الحين مهمه البيت هذا اللي قدامكم نبي نتوزع وانا راح اصعد على الصخره هذه فوق وبكون سنايبر اوكي نصعد هني بعطيكم الاشاره بالانطلاق يلا جو
اوكي صار عندنا اشتباك تقريبا بتظلم الدنيا شوي فنحاول نخلص بسرعة. انا صايد هذا اللي فوق السنايبر فاشيله، اعطيتكم عليه تاج. لحظة نحاول راح. اوكي هذا راح، هذا واحد، هذا الثاني، ثلاثة، لا ريلود. في درون فوق بس احاول اطيح الدرون. راحت. حلو. في واحد نزل، اثنين. حلو شلنا. على اليمين فوق على اليمين فوق. المعلومات تشوفون في ملفات تحت على ما تصح. اوكي دخلنا الحين المبنى نجمع الأدلة عشان نكمل مهمة. هذا عندنا الدليل الأول. ولا كولكتبل. Check your intels in the Jaxel page. اوكي الحين لازم نفتح اتوقع المنيوز نشوف الصفحات اللي وين جاك. هذا تحت نفتح الصفحة find المهمة back to the basics. ما نبي نرجع الملل اللي هناك. طيب ناخذ الهليكوبتر الحين نستكشف شوي في العالم مفتوح، ايش رايكم؟ اوكي نركب الهليكوبتر ونرفعها شوي. تشوفون هناك تقريبا المهمة 6 كيلو اللي هي مهمة الشاحنة اللي لازم نقضي عليها. قبل ما هذا بس اوريكم العالم المفتوح او الخريطة، خلينا نشوف شلون صايرة. عندنا هناك بركان بعيد شوي، وعندنا مناطق غابات جبال، وهني جبال ثلجية. الحجم ترى كبير، يعني ممكن تشوفون هني كأني شفت الخريطة كاملة للعبة، لكن حجمها فعليا كبير. كل ما تنزل تلقى مهمات جانبية واشياء تسويها. طيب نتقدم الحين للمهمة. طبعا علامات الدخان هذه اللي تشوفونها الخطوط البيضاء هذه عبارة عن مخيمات او اماكن اقدر اسوي فيها مخيم، اجهز شخصيتي اضبط الامور قبل ما اطلع في اي مهمة او اعشاب بس جافة. اي تشوفون هني تقريبا المنطقة مختلفة عن اللي قبل شوي الغابات. اوتش اشت الشجر. هذا معسكر بس بحاول اتجنبهم، ممكن انزل عليهم اذا ابي. كانها داخل موقع معين. لا هو يعني يقول لي اوصل هني علشان اخطط للمهمة. طيب الحين عندنا مهمة الشاحنة، الشاحنة اللي لازم ادمرها تقريبا موجودة في هالموقع. نحاول نسوي استطلاع خفيف نشوف اماكن. لحظة اتوقع ان اخذ لي مرتفع هني. اوكي اتوقع ان هذه الشاحنه المطلوبه. ايوه طلع عليها التارجت ويست اوف ذا دارك. اوكي ديستروي ذا تارجت تراك. لحظه بس اكيد في جنود يحمونها فابي ادخل بطريقه. لحظه نشوف شنو عندنا من ايتمز نقدر نستخدم. هذه فلاش بانج ما تنفع، خلينا على القنبله العاديه. المسدس الكاتم، لا ركب كاتم صوت. اوكي حلو. حسوا فيه، حسوا. I'm going to see what's up. اوكي واحد جاي. حلو خلصنا عليهم. قنبلة نخلص الموضوع صح. ها شوف تنفجر. ايوه ديسترويد كونفوي ديسترويد. خلاص اتوقع في يعني شاحنات غير هذه، بس هذه فكرة يعني حبيت اعطيكم عن موضوع المهمات الصغيرة هذه الجانب. اوه طافني الانفجار، انفجرت. لا ما شفته. بس تقريبا خلصنا المكان هذا، فجرنا الشاحنة واخذنا الايتم اللي هو نوع من انواع الكاتم. تقدر تلعب سولو فعلي، يعني انا الشخصية الوحيدة اللي موجودة الحين في المغامرة، ما في احد يضايقني او احد يعني يخرب علي مثل وايلد لاندز اللي هي جوست ريكون اللي فاتت. كان معك اربع شخصيات لازم يكونون معك في المغامرة. اوكي شباب انا حاليا في الجزء اللي هو الجبل الثلجي، بس شوية الاجواء مظلمة. بس اشوف الحين فرقة كشافة هني، تشوفونهم اضاءتهم مبينة فبحاول اصيدهم واحد واحد. هذا الاول
لا في هليكوبتر لحظة. كلت. اوكي ما حد شايفني راح الهليكوبتر. اوكي. طيب الحين نقضي عليهم واحد واحد. خلينا نشوف القنبلة توصل. ايوه توصل بس شوي قدام بعد. يس. حلو القنبلة اوكي وضعها تمام بس نشوف الحين. منو اللي عاش هذا؟ راح. ثاني. مو شايفين. ايوه حلو. لا اصابه. مجموعه اعداء في ثلاثه هنا تشوفون شلون قاعد اصعد على الثلج. خوف اكزلك اطيح لي اخر شيء. حلو. لا يشوفني لا يشوفني هذا. اختباء الكبير. ايوه ادفن نفسي بالثلج. ادري انك ما كانت سي. شوفوني كاني انا صرت جزء من الارض. بس خلي تعدون. حلو نحاول نشيل اكثر من واحد بطلقه واحده. لا واحد بس. اثنين ثلاث. يس طلقته ضعيفه الظاهر السنايبر. عندنا الحين ثلاثه لوت. حلو. عندنا هنا حيوانات نصيدهم نستفيد من توقع جلودهم او اللحم وكذا. نحاول نصيد الاثنين مع بعض. 1 2 الثاني ما عنده مشكله بصوت الطلقه عادي. يلا ناخذ